وحنروح نضوي على فقرة جدا بتهم الأمهات اليوم. صار الحساب الذهني مهارة جدا مهمة بحياة الأطفال، وصرنا نشوف يعني مثل ما بيقولوا ثورة جدا عظيمة بهذا المجال. صرنا نشوف الأمهات فورا عم تطمح لتعلم أبنائها وبناتها مهارات الحساب الذهني. طبعا هذا الشيء لأنه له فائدة جدا عظيمة على الذاكرة، قوة الثقة عند الأطفال عم بتزيد، وعم نشوف أمثلة جدا يا ليلى جميلة. عم نشوف اليوم طلابنا عم يكون لهم مشاركات مو بس على المستوى المحلي، أيضا مشاركات دولية، والحمد لله يعني عم يكون في نتائج جدا إيجابية. أكيد المهارة هاي ما خلقت من لا شيء، في إيجابيات جدا جميلة رح نتناقشها مع ضيفنا لليوم. تماما يا رشا، اليوم رح نتعرف أكثر على الحساب الذهني والمهارات المطلوبة فيه وأهميته بحياتنا، وخصوصا يمكن بالمراحل المبكرة عند الأطفال، يمكن هذا الشيء بيسقلن مواهبهم أكثر وبيعطيهم خبرات أكثر. اليوم رح نتعرف على أهم المهارات الضرورية لتعلمها لدى الأطفال مع خبيرة الحساب الذهني نغم حسن. يسعد صباحك يا نغم. يا رب. صباح الخير يا نغم، كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيكي. الله يسعدك يا رب. عم نقول انه احنا اليوم يعني صارت موضه، صارت شغله ضروريه اليوم الطفل اللي يتعلم الحساب الذهني بالاضافه للمنهاج والتربوي ضمن المدارس. خلينا هيك بدايه خلال خبرتك نعرف شو هو الحساب الذهني وايمت ظهر بلش يعني الناس تتداوله كثير. تمام. الحساب الذهني هو حل عمليات حسابيه بسيطه مثل طرح الجمع القسمي والضرب باستخدام العقل البشري دون لجوء لآلة حاسبة، للآلات الحديثة اللي ظهرت أو الورقة والقلم أو الحواسيب. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن الحساب الذهني كمفهوم، هل هو فعلا بيعتمد على الذكاء أو هو مجرد أنه تدريب وتطوير؟ ممكن أي طفل بيمارس هذا الشيء وبيتدرب بطريقة صحيحة ممكن ينتج بهذا الشيء؟ أي نعم، بيعتمد على الذكاء وبيعطي للطفل قيمة أكثر بنمي الذكاء أيضا. أي تماما. صح؟ تماما. طيب شو رأيك هيك قبل ما نرجع نكفي أسئلتنا ناخذ شوية تمارين، شوية تمارين أحد عشرات، خلينا أول شيء ناخده على الكاميرا هي كاميرتك لو سمحتي. إيه تمام. تشرحينا عن هذا المعداد بشكل كامل، هدول الخرزات إنو أحد إنو عشرات. إيه وهيك نعطي كم مثال. تفضلي. تمام. هلا قل المعداد نرفعه شوي لو سمحتينا. إيه تماما. المعداد الأباكوس أو السربان بنبدأ فيه من مرتبة الأحاد أو بنبدأ فيه من مرتبة الأحاد. عندي الخرزات السفلية هي تعد كل خرزة واحد، والخرزة العلوية هي تحسب خمسة، وأيضا يعني عندي أربعة. الخرزة المرتبة الثانية بتجي هي مرتبة العشرات. مرتبة العشرات تحسب كل وحدة 10 10 والخرز بالأعلى تحسب 50. يعني احنا عندنا 9 أول وحدة، 4 بالأسفل و5 بالأعلى، و90 بال 90 بالعشرات. تمام. طيب أعطينا هيك شوية تمارين خلينا نشوف. أيه. اليوم نعلم هيك أطفالنا، خلينا نشجعهم على هاي الفكرة. أيه تمام. مثلا عندي أنا بدي أعطي الطفل طلاب الروضة أو مستوى الأول تقريبا، إذا بدي أعطي 2 مثلا زائد 5 2 وصاروا 9. تمام. هاي عملية حسابية سريعة. إذا بدي أعطي أحد وعشرات 32 55 مثلا ناقص 10 جواب 77، رح يعطيني الإجابة بشكل سريع. تمام. يعني اليوم هي بدها حفظ بس، يعني الطالب يتعود على الخرزة انه هي بتشكل لي رقم واحد، هي بتشكل لي رقم 10. مجرد ما حفظ الطفل الخرزة وين موقعها الصحيح فورا هو رح يعطيني الإجابة الصحيحة بعد بتدريب تدريبات كثير مستمرة. يمكن هي الطرق كثير بتعطي دافع وتحفيز للأطفال أكثر من الطرق التقليدية أو الحساب على الورقة والقلم. خلينا نحكي أكثر شو هي الطرق. هلا هذا اللي معك هو المعداد، شو الطرق الأخرى اللي بتستخدم بالحساب الذهني؟ بنستخدم عن طريق المعداد الأباكوس أو عن طريق الأصابع أيضا وعن طريق الخيال. أيضا عن طريق الأصابع بتجي يد اليمين هي يد مرتبة الآحاد، ويد اليسار هي يد العشرات مرتبة العشرات. فلما بدي ابدا العد بدي ابدا العد من السبابة منها بهي الطريقة وليس بهي الطريقة او بالابهام. بدي ابدا العد هون الواحد 2 3 مثلا 4 نزلهم، نقول هاي الابهام هو الخمسة،
6 7 8 9 9 معناته كف يد اليمين. انا بدي اعلم الطفل هو 9 وليس 5 بالرياضيات العاديه. ويد اليسار نفس الشيء كمان، انه بدي ابدا بالاصابع بالعشرات، 10 كل تحسب كل اصبع 10 10 10 20 30 40. الابهام يحسب 50 60 70 80 90 معناته كف يدي اليسار يحسب 90 تمام. وعن طريق التصور والخيال بصير قادر الطفل انه مجرد ما حفظ الخرزات ومجرد ما حفظ المراتب وين موقعها الصحيح عن طريق الخيال بصير يعطيني الاجابه سريعه. طيب نغم، اليوم وقت عم نقول خيال احنا عم نعتمد على ذاكره الطفل اليوم. شو مخزنه الذاكره من المعداد؟ اليوم الطفل وقت اللي بده يقعد يشتغل على المعداد وبدك ترجعي فيما بعد تعطيه تقولي له منتل وبلش بالخيال، اليوم هو عم يعني كده نستغرب انه هذا شو عم يعمل؟ هو عم يحرك خرز بذاكرته، هذا الشيء اجى بعد كثير تعب، بعد كثير تمرين. يعني انت اليوم بتجيب الطفل ما بتمسكيه فورا بتقولي له خلينا نتخيل، اليوم هو عم يعد خرز، يعني بيعمل هذا التمرين بيعرف انه هو عم يحرك خرز نظامي. يعني خلينا نحكي عن الاطفال، اعمارهم، مستوياتهم، وكيف بتبلشي معهم يعني؟ تمام، هلا عندنا المستويات الطلاب الروضه او اطفال الروضه من تحت من عمر 3 سنوات للخمس سنوات، عندنا كي جي 1 كي جي 2 كي جي 3. هدول بياخذوا المستويات ال A B C. بيجي عندنا المستوى الزيرو للحساب الذهني، هذا بيجي بعمر الخمس سنوات او الست سنوات. بيجي في مضمون هذا المستوى عمليات حسابيه بالجمع وبالطرح مبسطه وسهله للطفل. بعدين بيجي عندنا المستوى من الاول للثامن. الاول المستوى الاول والثاني هو مضمونه انه قواعد المكون العدد خمسه بالجمع وبالطرح. اللي عندنا الثالث والرابع ايضا قواعد المكون العدد عشره بالجمع وبالطرح. نوصل للمستوى الخامس بيجي عندنا اعاده لكل المستويات يلي اخذها الطفل او الطالب. بنهايه المستوى الخامس بيجي عندنا المئات. المئات بعد المئات بنهايه المستوى الخامس بقى المئات. الخامس السادس والسابع، المستوى السادس والسابع بيجي عندنا المئات، قواعد المئات بالطرح وقواعد المئات بالجمع. بعدين السابع والثامن بصير في عندنا عمليات حسابيه كبيره وضخمه بالمئات والالاف والملايين، بصير قادر الطفل انه يحل عمليات حسابيه سريعه وكبيره بهي المستوى. بهذا المستوى احنا اي عمر عم نحكي نحن مستويات هون؟ الاعمار من الى اعمار قلت لك انا من ال 3 سنوات ثلاث سنوات الى لا 15 16. يعني هو لازم الحساب الذهني مهاره لازم يتعلمها الكبير والصغير يعني. صحيح. في دورات كمان عم نقدمها نحن بمركزنا بصحنايا، مركز تاهيل وتدريب الشباب لاكاديميه نوهاو، للصبايا المتدربين متدربات وللاطفال طبعا. طب اليوم في حال كانوا الاهل فعلا حابين يدخلوا ابنهم بهي الدورات، دورات الحساب الذهني، هل هذا الشيء بيعتمد على تقييم الاهل لطفلهم؟ اليوم سالتك قبل شوي انه هذا فعلا بيعتمد على الذكاء، يمكن كيف ممكن يقيموا الاهل انه هذا الولد انه شاطر او ذكي؟ مثل ما ذكرتي عمر صغير يعني 3 سنوات، هذا الشيء بيعتمد على التقييم ولا اي طفل اليوم بيفوت بهذا الشيء وعلى التدريبات ممكن انه يتغير حتى لو كان يمكن مستوى التركيز او الذكاء عنده ضعيف؟ اي تمام. هلا اي طفل بدك تعطيه حساب ذهني اجباري بدنا نعمل له تقييم، تقييم لهي الماده انه هو بيقدر عنده اساسيات للجمع والطرح. بنبلش له بالاساسيات البسيطه، وعندنا كمان التدريب للطفل هو بدك يكتسب مهاره اكثر لازم يتدرب بشكل يومي على بيزيد بسرعه الحساب عنده، سرعه النتيجه يعطيني النتيجه بشكل اسرع. هذا التدريب بشكل يومي مفروض يعني بس للطفل انه ياخذ الحساب الذهني. ايضا كمان حفظ الاعمده بمكانهم الصحيح. والمستويات اللي قلناها هي تدريج، هي بتجي تدريجيا يعني. ولكن بتلاحظي نغم اليوم انه هي صارت ضروره من يعني مثل اي ماده بالمنهاج التربيه اليوم. يعني انا بعرف امهات يعني عندهم كورسات خاصه لاطفالهم بالحساب الذهني وبقولوا لك ابني فرق
ابني فرق معي اليوم. شو هذا الفروقات الأمهات عم تلاحظها يعني بأبنائهم بعد ما يتعلموا الحساب؟ بصير عنده تتطور قدراته العقلية للطفل، بصير عنده هي بتنشط خلايا الدماغ عند الطفل، بزيد التركيز عنده، بتصير تلاحظ الأم عنده إنه القدرة على حل العمليات الحسابية، أيضا بزيد النشاط. هو بصير الطفل يعني بصير بيرتب أولوياته لحاله، بصير بيحتفظ بأمور أكثر أهمية للأشياء اللي عنده. هيك بتلاحظ الأم إنه في فرق كتير كبير بين قبل وبعد. وبحب اليوم الطفل بحب القصص يعني تمام. هي أخذها من باب التعليم ومن باب التسلية أيضا يعني. تمام. يعني فينا نقول إنه الأهل لازم ما يقيموا الطفل. أكيد لا. نحن هذا الطفل ما خارجه، نحن ندخله بهيك دورات، لازم يجي على المركز والخبراء والاختصاصيين. تماما بزيد من يمكن بيفتح آفاق جديدة يعني اليوم. تماما. صحيح. لانه كثير في ناس بتروح لفكره انه هذا الموضوع معتمد على الذكاء، فانه هون لا، هذا الطفل عندنا يا شوي مستوى الدراسي ضعيف او مستوى الذكاء عنده، فلا ما خرجوا هذا الشيء فبيطوا على هي القصه. لهيك كثير مهم نضوي على هي الفكره ان شاء الله. لا وخاص بالعكس، انا مع انه وقت انا بشوف ابني ضعيف بمكان ما تمام. انا ركز عليه، انا وقت بتشوفه حسابيا ما انه كثير منيح تمام. انا لازم احفظه بهي القصه، وخاصه وقت نغم بنقول حساب ذهني. اليوم عم بيرافق كوتش الحساب الذهني في تمارين اليوم عم تعطون للطلاب، غير المعداد، غير المنتل، غير الأصابع، غير هي فصل الحواس. قد اليوم بتشتغلوا على هاي الفكرة يعني تمام. إن كان بحركات إنه بدك تكتب بالمقلوب، بدك في حركات أنا نسيانتها شوي تماما. يعني هي خلينا نحكي عنهم هدول. تمام. هي في كتير أنشطة للحساب الذهني، يعني غير المعداد بدك تعطيه نشاطات مثل بطاقات الذاكرة لدى الطفل، يعني هاي بوقت محدد، تعيروا له وقت محدد، فأنت بمجرد ما أنه ورجتيه على أول البطاقة مثلا، هو بدك تقلبي له البطاقة، ما عاد يشوفها، بده يتذكر وين موقعها الصحيح مثلا. في لعبة البازل للطفل كمان، يطبق المعداد مع العدد تبعه. فأنشطة كثيرة للحساب الذهني. في الكتابة بدك تكتبي بالإيدتين مع بعضهم عشان تشغلي الدماغ بشكل كامل. هدول قد ايه عم بيزيدوا من مهارة الطفل أو عم بيساعدوه اليوم لحتى يدخل عالم الحساب الذهني، يعني خلينا نقول بمهارات أفضل؟ بيساعد الطفل هذا الشيء كثير مهم. اكيد بيساعده كثير. قديش مهم كتير كمان يعني اليوم بظل هذا السوشيال ميديا والموبايلات والطفل عم يقضي اكثر وقته على الجوال، قديش بتنصحي وبتشجعي اليوم الاهل لحتى عن جد يدخلوا ابنهم وينتبهوا لهي القصص، يعني هي القصص اللي بتفيدهم نبعدهم عن الجوالات، هذا الحساب الذهني قديش بيسخل مهاراتهم خبراتهم، بيعطيهم بيفتح لهم افاق كثير مهمه. اي تمام. مثل ما قلت لك انه هو بقوي من قدراته للطفل، بنشط التركيز عنده، بزيد قوة الذاكرة عنده للطفل. فالحساب الذهني ضروري لكل طفل، أنا بنصح يعني الكبير والصغير ياخذ هاي المهارة. كثير حلو والله. يعني الكبار يعني إذا عملوها بيستفيدوا كمان يعني دائما الدماغ بحاجة لتحفيز، بحاجة لتنشيط. يمكن يوم الحساب الذهني هو من أهم المهارات اللي شفناها بالفترة الأخيرة، كثير ساهمت. واليوم دليل وجود نغم وغير نغم، اليوم أنت كوتش، تدربتي واشتغلتي على حالك وأكيد فرقتي اليوم عم بتدرسي طلاب. نغم بدي اتشكر حضورك لليوم، بدي اتمنى لك ولطلابك كل النجاح، ودائما نحن بنضوي على فكره انه نتمنى اليوم الحساب الذهني يكون له حصه ضمن المدارس إن شاء الله. شكرا نغم لحضورك لليوم. نغم حسن خبيره حساب الذهني، اهلا وسهلا. شكرا لحضورك ولكل المعلومات اللي قدمتيها، اكيد بنتمنى لك التوفيق. تسلمي يا رب.